احنا معانا الحقيقة تقرير عاملينه عن حصاد 2022 فيما يتعلق بالكتب والكتاب اللي حصدوا اهم جوائز ل 2022. نشوفه مع حضرتك ونشوفه مع كل السادة المشاهدين ونرجع لحضراتكم على طول. شهد عام 2022 تتويجاً لعدد من الكتاب والروائيين المصريين الذين حصدوا جوائز على إبداعهم. ففي مجال الرواية والقصة فاز بجائزة الدولة التشجيعية والقصة الكاتب حسام العدلي عن روايته نجع بريطانيا العظمى، والكاتب محمد إبراهيم عبد العاطي عن متوالية قصصية بعنوان حارة عليوة سابقاً. وفاز بجائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الآداب الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد. وحصدت الدكتورة ريم باسيوني جائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب. كما شهد عام 2022 فوز الكاتبة المصرية فاطمة قنديل بجائزة نجيب محفوظ للأدب. ونالت الكاتبة فاطمة قنديل الجائزة عن عملها أقفاص فارغة، والذي اختير من بين 350 عملاً ويجمع بين الرواية والسيرة الذاتية. ومن العلامات المضيئة في 2022 هو تسلم الكاتبة المصرية مي التلمساني الوسامة الفرنسية للفنون والآداب برتبة فارس، وذلك لرحلتها الطويلة في الكتابة والترجمة والتدريس وعلاقتها الممتدة مع الأدب والثقافة الفرنسية بشكل عام.